هادو انتصرونا بالحقوق اللي هي يعني في المستوى ما كناش غنخرجوا يعني بهذه الطريقه هذه، ولكن حاليا الساكنه يعني انتفضت من اجل هضم هذه الحقوق هادو والدوافع اللي خلاتنا خرجنا، لان من بعد عده حوارات ماشي غير هذه فاش حضرتوا، يعني كان بزاف ديال اللقاءات مع الساكنه وبزاف ديال الوقفات يعني خرجنا بحلول تقريبا نقول شي بحلول مع المسؤولين باش نقعدوا للطاوله ديال الحوار والمفاوضات باش نوصلوا لحلول يعني مناسبه. الحلول اللي هي تكون مناسبه وتكون انجع وفي الحوار الاخير ولا الاجتماع الاخير يعني في مجلس ديال العماله اللي تفاجئنا بشي مسؤولين اللي لا علاقه لهم بالموضوع اللي هما مع هذا البراج انه تقى في هذه المنطقه هذه ما كانوش تيدافعوا ما كانش انهم ما كناش لهم يدافعوا ضد البراج، وانما بالنسبه للبراج ذاته يعني واحد المشروع اللي هو مشروع ملكي ما يمكنناش نعرضوه يعني بالنسبه للمنفعه العامه حتى واحد تحت يعني ماشي ضدها، وانما حنا ضد هذه الانتهازات هذو اللي تنتهزوا الناس هذو وجاوا بغا يركبوا على الموجه وجاوا بغا يقعدوا هما يعني تنهضر دابا تنهضر على المنتخبين اللي جاوا بغا يقعدوا مع السلطه باش يتفاوضوا معاهم باش يسهلوا لهم عمليات بدايه الاشغال باش الساكنه تبقى يعني في خبر كان وما يجيبوش يعني الاخبار اليقينه يعني فيما يضر يعني في الكواليس، ومادام ان وقعوا هذه الحوادث هذو واضطرت الموسيقية المتمثلة مثلا في عدة أشخاص من ساكنة ديال أيد زياد أنهم انسحبوا من الاجتماع وارتأوا أنهم ينظموا واحد الوقفة اللي هي تكون وقفة احتجاجية سلمية ضد هذه المطالب هذه اللي واش الأشغال بدات؟ الأشغال هي بدات الأشغال وهما تيقولوا لك الأشغال ماشي هذه ماشي بداية الأشغال وهي استالاسيون، واستالاسيون تعتبر اعتبرات الساكنة بداية الأشغال، هذه واحد المرحلة من بين المراحل يعني اللي غادي يعني هذه المرحلة من بين المراحل اللي كاينة في الأشغال، ما يمكنش لينا نقولوا هذه يعني ماشي بداية الأشغال، وإنما الأشغال دابا استمروا، ما يمكنش تستمر الأشغال يعني في حدود يعني الناس ما عارفينش المصير ديالهم المجهول فين غادي يمشيو، وما عارفينش التعويضات ديالهم اللي هما اللجان ديال التثمين اللي خرجوا وداروا التقييم لهذا هادو تنقولوا لهم يجيو يديروا التقييم لهاد الممتلكات ديال الساكنه هذه الا كانت تستوجب هاد الاثمنه هادو باش خرجوا، حنا مستعدين اننا نخرجوا يعني بخفين حنين يعني من منطقه ايد زياد ما يعطيونا حتى ريال، الا كان هاد الاثمنه اللي صدروا يعني عندها شي وزن تقريبا شحال ديال الاثمنه اللي كيقولوا لك؟ السقوية حدوها في 60 درهم، المناطق البولية فيها 10 دراهم وفيها 20 درهم، كاين المناطق اللي هي حجريه ولا سطريه ولا وفين غادي يرحلوكم؟ يا ريت انه كان شي حاجه فين يرحلوا هذه الساكنه هذه، لان واحد الساكنه اللي هي كبيره يعني معرضه انها للتهجير وما عرفتش المصير ديالها. حنا تنعيشوا هنا، حنا فين مكبرين وليداتنا وهنا فين كبرونا والدينا، حنا خويا راه مضرين ما بحالناش وهنا منين تنعيشوا ما عندناش فين نمشيو، تنطلبوا من جلالة الملك يشوف من حالنا ويعوضوا لنا شويه حيت ما عندناش، بغاو يخرجونا هاد الناس غير هكا، تنطلبوا من سيدنا ويشوف هاد الناس راه غادي يتشردوا، ما عندهم فين يمشيو، ما عندناش فين وما عارفين فين نمشيو، هنا فين تنعيشوا كاملين، فين رجال عيالات مسنين راه جايين معانا هنايا، الناس ما بحالهمش ضعاف يعني جري لجهد الله. شوف
بدات بدايه الاشغال قبل ما تعودوش الناس، قبل ما يتوصلوا الناس بالمستحقات ديالهم، مازال ما شدوا المستحقات ديالهم في التعويض. والاثمنه الصادره عن لجنه التثمين من وزاره التجهيز، اثمنه التي صدرتها اثمنه جد هزيله في حق هذه الساكنه، فهؤلاء الساكنه ينددون بتوقيف الاشغال ديال هذه الشركه اللي صدرت بدات تنم باشغال قبل التوصل بالمستحقات ديالهم. Thank you.